حذرت فرنسا الجامعة العربية في بيان أنه في حال إعادة التطبيع مع دمشق فإن الحوار بينها وبين الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا. نشاهد التقرير ونعود للنقاش. رفض وتحذير فرنسي للجامعة العربية في حال إعادة التطبيع مع الحكومة السورية بعد أن سارعت معظم الدول العربية للتطبيع مع الأخيرة ومحاولة إعادتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية. الحكومة الفرنسية وفي بيان حذرت الجامعة العربية من أن الحوار بينها وبين الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إن أعادت علاقاتها مع دمشق، لأن التطبيع مع الأخيرة يمثل خطا أحمر بالنسبة لباريس والاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن باريس تؤكد أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية لا تزال مستبعدة، لأن عددا من الدول العربية لا تؤيد ذلك، وأن موقف الاتحاد الأوروبي من ذلك واضح جدا، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجامعة تأخذ ذلك بعين الاعتبار. الحكومة الفرنسية وجهت رسالة لشركائها من الدول العربية مفادها أن الحكومة السورية تستغل التطبيع لمصلحتها دون دفع المقابل، وأن المطبعين سيخسرون بذلك أدوات الضغط على دمشق. واعتبرت الحكومة أن التطبيع دون الحصول على تنازل من دمشق حول احترام حقوق الإنسان وعودة اللاجئين إلى بلدهم سيكون لمصلحة الحكومة السورية فقط. وأوضحت الحكومة أنه بالنسبة للأردن مثلا فإن عودة اللاجئين إلى سوريا ليس مرتبطا بعلاقة الأردن بسوريا بل بظروف عودتهم، فاللاجئون على اتصال بالذين عادوا ويعرفون كيف تتم معاملتهم من قبل الحكومة هناك، لذا لن يعودوا. وترى باريس أنه ينبغي على الدول العربية التي تطبع علاقاتها مع الحكومة السورية أن تطلب مسبقا توفير شروط ضامنة لعودة اللاجئين في ظروف إنسانية وفي ظل احترام حقوق الإنسان. ينضم إلينا من باريس الدكتور حسان فرج، دكتوراه بالعلوم الدبلوماسية واستراتيجية الدفاع. أهلا بك دكتور فرج. يعني عندما تحذر باريس الجامعة العربية بتوقف الحوار بينها وبين الاتحاد الأوروبي إذا عادت إلى أو إذا طبعت مع دمشق تطبيعا كاملا، برأيك كيف هو تحذير شديد اللهجة، كيف يمكن التعليق عليه؟ أخي الكريم، بالنسبة لفرنسا طبعا الرسائل وجهت أولا الدول قبل أن توجه للجامعة العربية، وهذه الرسائل مفادها أن هناك خط أحمر في موضوع التطبيع مع سوريا، لكن بنفس الوقت هي لن تضغط أو لا تتدخل في الشأن السيادي لتلك الدول في عملية التطبيع، لكن تقول أن من المؤسف أن يكون هناك تطبيع دون مقابل أو دون ثمن، طالما هناك نقاط أساسية وهناك يعني عدة عوامل تجعل من عملية التفاوض مع النظام يعني أفضل بالنسبة لطرف الدولي من خلال ثلاث نقاط. الأولى هي عملية التطبيع، الثانية هي موضوع الإعمار في سوريا، والثالثة هي العقوبات التي تطبق على الأشخاص وعلى الشركات والمؤسسات في سوريا. فهذه النقاط بالنسبة لفرنسا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في موضوع التقارب أو عملية التقارب مع النظام السوري، أن يكون هناك مقابل، والمقابل هو أن يكون هناك فعلا سياسي حقيقي يكون فيها يعني بدي تتجه سوريا نحو النظام الديمقراطي الذي طبعا يطمح إليه الشعب السوري. حقيقة ما يحدث أن الدول العربية في مقاربتها لهذا الموضوع تختلف عن النظرة الفرنسية، لأن هناك مصالح لهذه الدول، مصالح اقتصادية وسياسية وتجارية مع سوريا. فعلى سبيل المثال هناك يعني اليوم تقارب الإمارات مع سوريا، الإمارات تنظر إلى موضوع التقارب أنه يكون ربما يكون هناك نوع من العمل على إبعاد سوريا عن الفلك أو الدوران ضمن الفلك الإيراني في المرحلة الحالية، وهذا شيء يعني بشكل أو بآخر يكون إلى صالح الدول العربية على أساس أن سوريا لها ثقل كبير في هذا الموضوع، ولها ثقل حتى في موضوع ما يتعلق في لبنان وفيما يتعلق في العراق وحتى في إيران. فهذا الأمر يعني الدول العربية تنظر إليه أن يكون هناك نوع من الحوار المستمر مع النظام السوري حتى يكون هناك في عملية إبعاد هذا الطرف الأساسي بالنسبة لإيران، ويكون هناك عملية يعني حوار مستمر
لإبعاد المنطقة عن أي شبح يعني صراع دموي جديد يكون تأثيره يعني أكبر وأخطر على الدول المنطقة بشكل عام. فهذا الشيء يعني هذا المنظور من قبل الدول العربية. بالنسبة هذا للدول المنظور العربية لا تنظر. طيب من قبل الجامعة العربية، لكن في المقابل الحكومة السورية وبشار أسد هل سيقتنص الفرصة ويقوم بخطوات عملية بالابتعاد عن إيران مقابل العودة إلى مثل ما يقول يعني الحضن العربي؟ لا أعتقد أن النظام سيبتعد عن إيران، وإنما النظام سيلعب دور الوسيط يعني لتخفيض التصعيد القائم في المنطقة فيما يتعلق بأي صراع محتمل مع إيران. يعني أي صراع محتمل مع إيران سيكون له عواقب خطيرة، ويعني على المستوى الاقتصادي والسياسي في حال المنطقة بأكملها. ولذلك الجميع يحاول أن يرطب هذه الأمور، وأن لا يكون هذا الصراع يعني يكون هناك عملية تفاهم مستمر، حتى يعني يكون هناك عملية تراجع عن فيما يتعلق بالصراع في اليمن، هناك عملية تخفيض لحدة الصراع في ما يتعلق اليوم بالعقوبات التي في لبنان التي يدفع ثمنها الشعب اللبناني، العقوبات في سوريا التي تدفع الشعب السوري. فكل هذه الأمور يعني مترابطة مع بعضها. فعملية العودة النظام إلى مقعد الجامعة العربية ربما تكون يعني فرصة لأن يكون هناك عملية ضغط على النظام لتغيير السلوك، كما قال ملك الأردن عندما يعني كان في زيارة للولايات المتحدة، وكان حديثه واضح أنه الأردن مضطرة أن يعني تفتح علاقات مع سوريا طالما يعني هذا النظام موجود الآن، فلا بد أن يكون هناك حوار مع هذا النظام وتعاون بشكل حثيث، طالما الوضع الاقتصادي الأردني متأثر من الأزمة في سوريا، وأيضا الوضع الأمني باعتبار هناك عملية تجارة مخدرات وإلى آخره وتهريب إلى الأردن، وبنفس الوقت موضوع اللاجئين. طبعا الآن سيكون هناك حديث عن موضوع اللاجئين وعودتهم إلى سوريا. هذا الحديث ربما يريد البعض أن يكون ضمن الجامعة العربية وليس فقط في المحافل الدولية ومن خلال الأمم المتحدة، باعتبار أن المقررات الأمم المتحدة 2254 لم تطبق حتى الآن. فربما الجامعة العربية تريد أن يكون لها دور في هذه المرحلة من خلال الحوار المستمر مع النظام، وأن يكون هناك عملية تغيير لهذا السلوك. بالنسبة للدول العربية بشكل عام لا تريد أن يكون هناك ديمقراطية، ليست من شأنها، وبنفس الوقت ليس يعني من مصلحتها أن يكون هناك ديمقراطية حقيقية في سوريا. فلذلك تقبل بهذا النظام إذا كان في هناك تغيير للسلوك بما يعني يتماشى مع مصالحها السياسية والاقتصادية والتجارية كما قلت من قبل. دكتور فرج، تحدثنا عن موضوع الرؤية العربية في حال يعني تحجيم دور إيران، ماذا عن موضوع هذا الانفتاح إن حدث العربي؟ طبعا نتحدث مع دمشق عن هل سيؤدي إلى تحجيم دور تركيا أيضا في سوريا؟ تماما، هذه كمان نقطة أساسية حقيقة، أن الدول العربية تريد أن يكون لها يعني تواجد في سوريا، لأنها ترى أن التواجد التركي داخل سوريا يشكل يعني بشكل أو بآخر خطر على الدول العربية، وأن تجد أن هناك يعني تواجد تركي بهذا الحجم في سوريا. فتريد أن يكون هناك عملية توازن بهذا التواجد، وأن يكون لها يعني في مرحلة لاحقة تواجد حتى على المستوى الاقتصادي، لأن تركيا الجميع يعرف أن ما تريده في النتيجة هي أن يكون لها طبعا علاقات اقتصادية مميزة مع سوريا بسبب وضعها الجغرافي وبسبب وضع وجود 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا. فكل ذلك يعني يعطي لتركيا في مرحلة لاحقة يعني يعني النوع من التقدم في على أساس أن يكون لها دور أكثر من الدول العربية في موضوع الإعمار وإلى آخره. لذلك الدول العربية تريد أن يكون لها تواجد منذ الآن، والدليل على ذلك ما فعلته طبعا الإمارات بأنها ستمول محطات لتوليد الكهرباء في سوريا في من خلال يعني بخلال مشاريع ستتم من الآن حتى يعني تقريبا عام او عامين يكون هذا المشاريع قائمة في سوريا. فكل ذلك يعني يدل على ان الدول العربية تريد ان يكون لها تواجد منذ الآن، طالما موضوع التغيير في سوريا لم يعد قائما بسبب يعني وضع الراهن وتعسر المفاوضات، إن كان على مستوى اللجنة الدستورية وإن كان على مستوى المفاوضات بين النظام والمعارضة. فكل ذلك يعني يضع الأمور الآن في مرحلة أخرى، أن تتجاوز
الدول العربية هذه المفاوضات، وأن يكون لها علاقات مباشرة مع هذا النظام على أساس أن يكون هناك تغيير بعض السلوك ليكون هناك قبول دولي لهذا النظام في المرحلة. طيب هذه التحركات وهذه المؤشرات التي تحدث بها دكتور فرج، يعني من خلال الإمارات والأردن وأيضا مصر والجزائر وغيرها من المؤشرات السابقة، هل يعد ذلك إدارة كاملة للبوصلة العربية تجاه الأسد وحكومته، أم أنها مجرد تحركات دبلوماسية صغيرة لا تعدو تطبيعا كاملا؟ أعتقد أن هذا التواصل موجود منذ عدة سنوات حقيقة، واليوم روسيا تلعب دور كبير بهذا المجال، لأن يعني روسيا فتحت كثير من المفاوضات مع الدول العربية لأن تقنع هذه الدول لتتفاوض بشكل مباشر وتتواصل بشكل مباشر مع النظام السوري على أساس أن النظام قائم وليس هناك أي نية لتغيير لا في الآن ولا في المستقبل. فالعامل الزمني إلى جانب النظام، فالدول العربية تجد بأن هذا التواصل ضروري اليوم، لأن هناك موضوع يعني اقتصادي ضروري بالنسبة للدول مثل لبنان ومثل الأردن، هناك موضوع يتعلق بالأمور السياسية وموضوع يتعلق حتى بالأمور التجارية بين الأردن وقصة العبور التجاري من سوريا إلى الأردن ومن الأردن إلى السعودية إلى آخره. فكل هذه الأمور ترتبط اليوم بهذا النظام، هذا النظام لا يوجد الآن مؤشرات لتغييره أو للدخول في العملية السياسية التي يعني قامت بها الأمم المتحدة من 2015 22-54. فكل هذا يدل أن الدول العربية مضطرة لأن تفتح خطوط مع هذا النظام في هذه المرحلة على أمل أن يكون هناك تغيير في تغيير إيجابي لجانب الوضع بالنسبة للمأساوي للشعب السوري، وأن يكون هناك تواجد لها في المرحلة اللاحقة من عملية الإعمار أو عملية يعني إعادة اللاجئين إلى سوريا. فأكيد سوف يكون ضمن الجامعة العربية حوارات مستمرة لتأمين عودة اللاجئين بشكل مع ضمانات ومع ضمانات يعني عربية في الوقت الحالي، طالما الأمم المتحدة يعني شبه مشغولة في موضوع إيجاد حلول في الوضع السوري الراهن من خلال اللجنة الدستورية وإلى آخره. نعم. دكتور حسان فرج، سؤال أخير لو سمحت لي، يعني بالعودة إلى موضوع التحذير الفرنسي، هل يعتبر هذا الموقف الفرنسي هل يمثل كل دول الاتحاد الأوروبي هذا الموقف؟ الموقف الفرنسي أكيد يعني بالدول الاتحاد الأوروبي بشكل عام هناك دائما توافق في وجهات النظر، وفرنسا عندما تنطلق من هذا الموقف فهناك توافق أوروبي عام بهذا الموضوع. لكن كما قلت أن هذا الموضوع بموضوع أن سوف يتوقف الحوار مع الجامعة العربية يبقى مجرد يعني موقف سياسي، لكن تأثيره على الواقع سيكون طبعا ضئيل جدا. أما الحوار سيستمر، التعاون التجاري مع فرنسا مع تلك الدول التي ستطبع مع النظام موجود، لا يمكن أن تتجاهل هذا الموضوع فرنسا، لكن هذا موقف سياسي يبقى فقط موقف سياسي لها، ليس له تأثير حقيقي على العلاقات بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي أو بين الدول العربية التي تطبع مع هذا النظام وفرنسا. من باريس الدكتور حسان فرج، دكتوراه بالعلوم الدبلوماسية واستراتيجية الدفاع، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الشكر الأكبر لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.